مشاهدينا، كوفيد 19 معركة ومواجهة تخوضها الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها، وفي الصفوف الأمامية يتواجد دائما الجيش الكويتي حماة الوطن بكل إمكانياته في خدمة الوطن. واليوم نتحدث عن بعض ما يقدمه الجيش في لقائنا مع الدكتور عبد الله الصباح رئيس هيئة الخدمات الطبية بالجيش الكويتي. دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا في هذا الظرف الطارئ وأيضا الاستثنائي. شاكر لك أخ بندر، مساك الله بالخير، وأحب أمسي على المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور عبد الله. بداية، يعني جهود كبيرة يبذلها الجيش الكويتي في مواجهة فيروس كوفيد 19، يعني ما هي أهم ملامح هذه الجهود بالتعاون مع مؤسسات الدولة؟ طبعا تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وتنفيذا لتعليمات سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسيدي رئيس أركان العامة للجيش وسيدي نائب رئيس أركان العامة للجيش، فالجيش الكويتي كرس جميع الجهود لمساندة وزارة الصحة في جهودها لمكافحة هذا المرض وهذا الوباء. دكتور عبد الله، يعني نود أن نتطرق لإجراءات وزارة الدفاع بما يتعلق في الحديث عن جهود إنجاز المحاجر الصحية والإشراف عليها. طبعا يمكن الفضل الكبير يذهب بهذه النقطة تحديدا، اللي هو سرعة إنجاز المحاجر لقطاع هندسة المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. فهم قاموا بإنشاء هذه المحاجر بسرعة قياسية، وأخص يمكن بالذكر المحجر الصحي الموجود في أرض المعارض. ولكن يقع على عاتق هيئة الخدمات الطبية الإشراف وإدارة هذه المحاجر، أو بعض هذه المحاجر بالتحديد. يمكن بالأمس فرحنا بمغادرة عدد من المحجورين الكويتيين اللي كانوا عائدين من روما، والحمد لله قضوا فترة حجرهم المؤسسي وخرجوا من المحجر بصحة وعافية، وإن شاء الله يكملون فترة الحجر المنزلي في الأيام القادمة. دكتور عبد الله، يعني أعلنتم بالأمس عن خروج عدد من كانوا بالحجر المؤسسي الخاضع لرقابة هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع. يعني كيف يتم التنسيق دكتور عبد الله بينكم وبين وزارة الصحة في هذا الجانب؟ طبعا وزارة الصحة هي السلطات الصحية الرسمية بدولة الكويت، وهي تنفذ تعليمات أو توصيات منظمة الصحة العالمية. فنحن نراقب عن كثب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، وبالتالي نطبقها في محاجرنا. دكتور عبد الله، يعني هناك استعدادات وأيضا إجراءات بالنسبة للمناطق المعزولة، يعني هي الجليب وأيضا المهبولة، يعني وتحديدا بالنسبة لتجهيزات هيئة الخدمات الطبية بمنطقة الجليب، يعني كيف هي استعداداتكم وإجراءاتكم بالنسبة لهذا الأمر؟ طبعا قبل أيام، إذا ما تحدثنا عن الجليب بالبداية. نعم، قبل أيام صدرت الأوامر بمساندة هيئة الخدمات الطبية لجهود وزارة الصحة بتقديم الإسناد الصحي والطبي لسكان منطقة جليب الشيوخ. فتحركنا على الفور وقمنا بتجهيز عدد من المحاجر والمستشفيات الميدانية في منطقة جليب الشيوخ. ماذا عن المهبولة؟ المهبولة ليست في منطقة مسؤولية الخدمات الطبية بالجيش الكويتي. فقط جليب الشيوخ. فقط جليب الشيوخ، نعم. على صعيد الإمدادات الطبية، يعني هل هناك بروتوكولات تعاون دكتور عبد الله، يعني بين وزارة الدفاع ودول أخرى لتأمين الإمدادات، والخاصة ونحن نرى يعني طائرات القوة الجوية تقوم بهذه المهمة على الوجه الأمثل؟ طبعا بسبب العلاقات المتميزة لسيدي معالي وزير الدفاع وسعادة رئيس أركان العامة للجيش وسعادة نائب رئيس أركان العامة للجيش، هناك بروتوكولات تعاون بالإضافة إلى علاقات طيبة تربطنا بالدول الشقيقة والصديقة. فشاهدنا يمكن بالأيام القلائل الماضية قدوم أكثر من طائرة محملة بأطقم طبية متخصصة، وبالإضافة إلى أجهزة ومستلزمات طبية قادمة من جمهورية بنغلاديش، بالإضافة إلى أطقم طبية وأجهزة طبية من جمهورية الهند الصديقة. وأيضا هناك رحلات قادمة في الأيام القليلة سوف تكون هناك رحلات مستمرة قادمة بإذن الله. دكتور عبد الله، يعني أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها يعني لتأمين سلامة وأيضا صحة منتسبي الجيش الكويتي؟ طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل، نحن نراقب عن كثب الإجراءات اللي قاعدة تتخذها وزارة الصحة،
وقاعدين نقوم بدورنا بإصدار تعاميم موازية للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والحرص على تنفيذها من قبل منتسبي الجيش. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم بفحوصات دورية وتطبيق البروتوكولات المقررة من وزارة الصحة على منتسبي الجيش. هل هناك خطط استراتيجية دكتور عبد الله يعني قادمة أم تسيرون وفق الخطة الموضوع الآن؟ نحن نسير طبعا وفق الخطة الموضوع الآن، ولكن الخطة تتغير بتغير المعطيات. فالفترة الماضية كان هناك معطيات معينة، الآن خلال الفترة الماضية القليلة الماضية تغيرت بعض الأمور، فنحن نغير خططنا بحسب المعطيات المتوفرة لدينا. كيف يتم التنسيق بينكم وبين مثلا على سبيل المثال حماة الوطن، الحرس الوطني، وأيضا وزارة الداخلية؟ احنا على تواصل مباشر معهم كخدمات طبية، ولكن أيضا هناك مركز عمليات مشتركة لتنظيم العمل ما بيننا وبين القوات المسلحة عموما. وأيضا هناك قرار صادر من مجلس الوزراء كلف وزارة الدفاع بتوفير جميع المتطلبات الصحية للقوات الأربعة، فنحن نقوم بهذا الدور. بما يتعلق بإقامة المحاجر الصحية، هل هناك إنشاء أيضا محاجر صحية في المستقبل؟ هناك محاجر صحية تنشأ من قبل وزارة الدفاع، وهناك محاجر صحية تنشأ من قبل وزارات أخرى موجودة بالكويت. دكتور عبد الله، نود قبل الختام يعني الحديث عن خدمة توصيل الدواء لجميع منتسبي القوات المسلحة وذويهم التي تقدمها هيئة الخدمات الطبية. نعم، هذه خدمة جديدة انطلقت اليوم وتم خروج يعني تم نشر الإعلان لها، وإن شاء الله يعني لأنها خدمة جديدة راح نراقب الأيام القادمة كيفية يعني كفاءة هذه الخدمة، وإن شاء الله راح نطورها بحيث تليق بمنتسبي الجيش. الدكتور عبد الله الصباح، رئيس هيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لجميع منتسبي الجيش الكويتي. شاكر لك أخوي بندر، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا، الهيئة العامة للغذاء والتغذية تبذل جهودا كبيرة في مراقبة الأسواق والمخازن والمطاعم. نتابع التقرير التالي.